نبقى في التحرير، لكن هذه المرة رصدنا لكم مشاهد ومقاطع فيديو توثق الاعتداء اللي جرى على المتظاهرين مع دخولهم للعام الجديد. الاعتداء تم بعدما أراد المتظاهرون المتواجدون في التحرير أن يستذكروا الشهداء وثوار تشرين اللي تم استهدافهم واغتيالهم، لكن القوات الأمنية كانت متواجدة في الساحة ورفضت ذلك وبدأت بملاحقة المتظاهرين بالهروات ومنعتهم من الاحتفال. وهنا وثق المتظاهرون ما حدث في الساحة. خاص الكوكب العراق، قلت له الناس بتحتفل، خاص الكوكب العراق، قلت له العالم، خاص الكوكب العراق، قلت له العالم، كوكب العراق، قلت له العالم، بساحة التحرير، بساحة التحرير، قلت له العالم، ما خلى واحد يحتفل. شوف هذول يركضون وراهم، شوف يركضون وراهم، يركضون وراهم بالحروات. يركضون العالم تحتفل، ما يخلون واحد، طلعوها كلها من الساحة. حاليا اللي حدوله ساحه التحرير تلفوا علينا، تلفوا علينا كل شيء واسوه.